الجيش الإيراني يتلقى عدداً كبيراً من الطائرات بدون طيار القتالية محلية الصنع، حيث نشر المكتب الإعلامي للجيش الإيراني صوراً تظهر وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا شتياني والقائد العام للجيش الإيراني الجنرال عبد الرحيم موسوي يتفقدان طائرات مسيرة جديدة بدون طيار معروضة في أحد المعارض في وزارة الدفاع في طهران. إذن تلقى جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية عدداً كبيراً من الطائرات بدون طيار الاستراتيجية محلية الصنع، مما أدى إلى توسيع قدراته الدفاعية.